بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بالجميع في هذا اللقاء السابع، صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا فيه ما ينفع، وأن ينفعنا فيه بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا. اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن عقد جديد من العقود التمويلية، وهذا العقد قد انتشر في العقدين السابقين أو في الثلاثة عقود السابقة، وكان أول ظهور له قبل ثلاثة عقود تقريبا، يعني عام 1414-15 تقريبا إلى 16، كان قد ظهر هذا العقد التمويلي، وهو الإجارة المنتهية بالتمليك. والإجارة المنتهية بالتمليك أصلها جاءت بديلا عن بيع التقسيط، وذلك لأن بيع التقسيط كان فيه إشكاليات كبرى كلها منصبة على البائع. البائع تكون عنده مشاكل كبيرة لا يضمن فيها حقه، فلو أن رجلا باع رجلا آخر بيت بالتقسيط، قالوا هذا البيت قيمته 3 ملايين ريال، أنا ببيعه عليك 4 ملايين ريال، قسطها على 4 سنوات، كل سنة 1,000,000 ريال. بمجرد أن يتم البيع يتملك المشتري البيت، ويتملك البائع 4 ملايين، لكنها إلى الآن لم يستلمها، ستقسط عليه. السؤال الآن، هل يحق للمشتري من الغد أن يبيع البيت؟ يحق له ولا ما يحق له؟ نعم، أصلا بيع التورق لا يكون إلا عن طريق عن هذه الطريقة. التورق كما أخذنا سابقا لا يكون إلا عن طريق أني أشتري بالتقسيط ثم أبيعه حالا. فلو أن المشتري اشترى البيت ب5 ملايين بالتقسيط، ثم بعد شهر شهرين 3 أشهر، اليوم بعد سنة باع البيت، خلاص انتقل عن ملكه، ثم فلوس البيت هذه بذرها، حطها بمشاريع، حطها بشيء وخسرها، جاءه البائع يطالبه بالأقساط، يا والله ما عندي شيء. البائع هل يستطيع أن يسترد البيت؟ ما يستطيع أن يسترد البيت. طيب وين يروح البائع؟ يبدأ يطالب هذا المشتري بالمحاكم، والمحاكم يلا خذوه ودوه رجعوه اسجنوه. طيب إذا سجن هل سترجع لفلوسي؟ لن ترجع لي نقودي، والبائع أكبر همه نقوده. فصاروا يعقدون بيوع التقسيط، وصاروا يتنازلون عن كل شرط إلا شرط الكفيل الضامن أو الكفيل الغارم، فلا يبيعون بيع تقسيط حتى تأتي بكفيلين يكفلونك، إذا ما سددت أنت هو اللي يسدد عنك، ويلا تصير أعباء على من سيشتري بالتقسيط، من الذي سيكفله؟ ويبدأ يروح يا فلان تعال اكفلني، يا علان تعال اكفلني، تكفى تعال اكفلني، ويلا هالناس يبدأون يستحون ويروحون يكفلون فلان، ويتعذر، وأول ما يمسكون الكفيل، ثم الكفيل يرفع قضية على هذا الشخص، ثم تصير حوسة وتصير إشكالية وتصير مشاكل كبيرة جدا. أرادوا أن يتخلصوا من هذه المشاكل، فعندنا علم يقال له علم هندسة العقود، وهذا العلم يحاول يأتي بعقود جديدة تتلافى كثير من مشاكل العقود القديمة. فقالوا لك أتينا بعقد جديد يحل كل مشاكل بيع التقسيط. وشو هذا العقد؟ قال عقد إجارة منتهية بالتمليك. نحن أكبر مشكلة عندنا في بيع التقسيط أن المشتري يتملك البيت مباشرة ويستطيع أن يتصرف به. أتينا بعقد المشتري ما يتملك فيه البيت ولا يتملك السيارة حتى يسدد كامل الأقساط، مع استطاعته في هذه المدة أن يستفيد من هذه السلعة. طبعا لن يأتي شخص ويرضى بأن يمنع من السلعة 4 سنوات حتى يسدد، يقول لك لا خلها عندك، أنا بستفيد منها الآن. أنا إذا اشتريت سيارة، اشتريت بيت، أريد أن أستفيد منها الآن. فقالوا ما عندنا مشكلة، تستفيد منها الآن،
لكن لا تتملك. طيب العقد اللي بيني وبينك وش يكون إذا كان مو تملك؟ قالوا يكون عقد إيجارة. يقولك الطرف الآخر أنا لا أريد إيجارة، أنا أريد أن أتملك في النهاية، أنا أدفع الأقساط هذه لأجل أتملكها. قالك البائع وقالك أصحاب هندسة العقود ستتملك في النهاية، أنت في النهاية إذا سددت الجميع سيكون ملك لك، لكن أثناء مدة السداد ليس بملك لك. وما نحتاج لا كفيل غارم ولا نحتاج مطالبات وحبحبة خشوم، أول ما تتأخر عن أول أجرة نسحب منك السلعة ونفسخ عقد الإيجارة وترجع السلعة لنا، وبدال ما حنا نلاحق وراك أنت اللي تيجي تلاحق ورانا. هذه هي الفكرة. فتجد الشخص يستأجر سيارة 4 سنوات إيجارة منتهية بالتمليك، بعد 3 سنوات قسط ربيع الأول ما سدد، يتعب نفسه البنك أو البائع ويروح للمحاكم يرفع قضية؟ لا، معه مفتاح أصلاً سبير للسيارة، يجي ياخذها من قدام بيتك وانت ما تدري، وما تدري إلا تلقى سيارتك في المزاد تباع. سيارتي قال أصلاً ما نبيك سيارة، حنا كنا مأجرين لك السيارة وأنت ما وفيت بالأجرة، فانفسخ العقد، وهذا شرط بيننا وبينك أنك إذا ما وفيت بالأجرة ينفسخ العقد، ما وفيت بالأجرة الشهرية ينفسخ العقد وأنت موقع عليه، فتروح عنك السيارة. فلذا يكون أكثر واحد حريص على سداد الأقساط من؟ المشتري. والبائع يكون قد ضمن حقه ضمانا كاملا. هذه هي فكرة الإيجارة المنتهية بتمليك. طبعا سنجد أن يعني هناك تعديلات كثيرة على العقد، وهذه هي الصورة المبدئية. لأن يعني أول ما ظهرت هذه الصورة قال أهل العلم هذه حرام. ليش؟ قالوا فيها كيت وكيت وكيت. طيب بالنسبة للموضوع الأول، صغنا صياغة جديدة وغيرنا وبدلنا وأنشأنا عقد جديد يختلف عن العقد الأول، وتلافينا فيه كيت وكيت وكيت، حلال ولا حرام؟ قالوا لا حرام بعد. ليش؟ قالوا فيه كيت وكيت زيادة، ويروحون يعدلون. فتجدون أن هذه العقود تتطور، تتطور، وذلك لأن العقد الأول كان فيه إشكاليات شرعية سنذكرها الآن. ثم بعد ذلك حاولوا أن يعدلوا من هذه الإشكاليات الشرعية، ف يعني صارت الإشكاليات أخرى وعدلوا إلى أن جاءت صيغ هي أقرب إلى القبول. طيب ما هي أركان الإجارة المنتهية بالتمليك؟ ما هي أركان الإجارة المنتهية بالتمليك؟ للإجارة المنتهية بالتمليك عدة أركان. الركن الأول المؤجر وهو البائع، في البداية مؤجر وفي النهاية بائع، أو واهب لأنه أحيانا منتهي بالبيع وأحيانا منتهي بالهبة. الثاني المستأجر وهو المتملك، والركن الثالث العين المؤجرة التي ستتملك بعد ذلك، والركن الرابع الثمن أو الأجرة التي في النهاية قد تكون أقساط ملك وقد يكون فيها جزء قسط للتملك، فهي المثمن. نستطيع أن نقول المثمن سواء كانت أجرة أو كانت قسط أملاك أو نحو ذلك. والخامس وهو أهمها، وشو؟ وش الركن الخامس وهو أهم الأركان دائما نص عليه؟ وش الركن الخامس دائما نص عليه؟ الصيغة. أحسنت، الخامس هو الصيغة وهو أهمها، ودائما ما نقول أهم أركان العقود، أهم أركان العقود الصيغة. طيب نأتي الآن إلى شروط كل ركن. أولا لابد في الصيغة أن تكون واضحة المعالم، بأن تكون البيع فيها مستقيل تماما عن الإيجار، فلا يكون هناك فيه
جزء أو أن يكون البيع والإدارة في نفس الوقت وفي نفس المدة، هذا بيع وهذا إجارة، بل لابد من أن تكون البيع مستقل تماما عن الإجارة. الشرط الثاني أو الركن الثاني هو ركن المؤجر. الركن الثاني هو ركن المؤجر، ويشترط في المؤجر كما في المستأجر أن يكون جائزي التصرف، فلا بد أن يكون أهل للتصرف. وكذلك من أركان الإجارة المنتهية بالتمليك العين المؤجرة، بأن تكون سيارة أو عقار أو نحو ذلك. والعين المؤجرة أحيانا تكون إجارة معينات، بأن تقول أؤجرك هذه السيارة 6 سنوات تنتهي بالتمليك، وأحياء وهذه يشترط فيها أن تعين وتعرف خلاص هذه المعينة هي التي تؤجر، وأن تكون موجودة مملوكة للمؤجر، تكون موجودة مملوكة للمؤجر. وأحيانا تكون إجارة شيء موصوف في الذمة، بأن يقول أؤجرك سيارة فورد لونها أزرق كرام فكتوريا كذا وكذا وكذا، ويعطيك كل مواصفاتها، فيؤجرك سيارة بهذه المواصفات، إذا تلفت بغير تعد منك ولا تفريط فيلزم المؤجر أن يعطيك سيارة أخرى بنفس المواصفات، بخلاف إجارة المعين. أنا أقول أؤجرك هذه السيارة، إذا تلفت ينفسخ العقد ولا يلزم بأن يؤجرك إجارة أخرى، لأنه في إجارة المعينات تقع الإجارة على عين ما استؤجر، فالعقد يرتبط به ولا يستطيع المؤجر أن يبدله ولا المستأجر أن يطلب بدله. بينما في إجارة ما في الذمة أنا أعطيك أوصاف، أقول أؤجرك سيارة لونها كذا بدون أن أحددها، المطلوب أن تأتي لي بالأوصاف، فإذا غيرتها ما عندنا مشكلة، المهم أن تكون نفس الأوصاف، وإذا تلفت تطالب بسيارة أخرى نفس الأوصاف ما لم يتعد المستأجر أو يفرط. طيب، هذا بالنسبة للشروط المتعلقة بالعين المؤجرة. أيضا قلنا أنهم من أركان الإجارة المنتهية بالتمليك الأجرة، وهي ما يدفع في مقابل هذه الإجارة، ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة كبقية العقود حتى لا نقع في بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تليها الفروق بين الإجارة المنتهية بالتمليك وبين التقسيط. ذكرنا قبل قليل قصة بيع التقسيط وكيف جاءت الإجارة المنتهية بالتمليك، وقلنا لكم أن أهم فرق بينهما أن بيع التقسيط المشتري يملك السلعة بمجرد ما يتم العقد، بينما الإجارة المنتهية بالتمليك المشتري أو المستأجر لا يتملك السلعة إلا عند انتهاء العقد. والبيع المنتهي بالتمليك لا يستطيع أن يتصرف بناء على ذلك حتى ينتهي العقد، أما بيع التقسيط فيستطيع أن يتصرف. الإجارة المنتهي بالتمليك إذا لم يسدد كامل الأقساط ما تملكها، التقسيط خلاص الأقساط تعتبر دين يتملكها قبل أن يسدد الثمن. عندنا أيضا الفروق بين الإجارة المنتهي بالتمليك، وهي ما يسميها أهل العلم بالإجارة التمويلية، لأن صاحبها يأخذها عن طريق تمويل، وتكون هي عبارة عن تمويل للمستأجر، والإجارة التشغيلية. إجارة تشغيلية يعني تستأجر سلعة تشغلها ثم تردها إلى صاحبها. إجارة منتهية بالتمليك الصورة ذكرتها قبل قليل. إجارة تشغيلية كان أستأجر سيارة أكد عليها ثم أرجعها لصاحبها، أستأجر آلات أشغلها ثم أردها لصاحبها. الفرق بينهما واضح. الإجارة المنتهية بالتمليك من اسمها، ساعة
سيتملكها المستأجر في النهاية، بينما الإجارة التشغيلية لن يتملكها المستأجر في النهاية، وإنما يردها إلى صاحبها. فهذا أبرز فرق بينهما. في سؤال على ما تقدم؟ في سؤال؟ طيب، شروط الإجارة المنتهية بالتمليك. طبعا هذه الشروط مبنية على من أجاز أصل العقد، مبنية على جواز أصل العقد، ولكن لابد أن نضبطه بشروط. أما من حرم أصل العقد فهو لا يحترق هذا، لأنه أصلا عنده العقد محرم، العقد عنده لا يجوز أبدا. فنحن سنتكلم عن هذه الشروط، ثم سنتكلم عن أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك و الكلام عن كل قسم منها وهل هو يجوز أو لا يجوز. نبدأ بالشروط. الشرط الأول: ألا يرد عقدان على محل واحد في وقت واحد. يشترط في الإجارة المنتهية بالتمليك ألا يرد العقدان، عقد الإجارة وعقد التمليك، في على محل واحد، يعني سلعة واحدة في نفس الوقت. ففي نفس الوقت يكون هو المالك وهو المستأجر. الآن هذه السلعة مالك والمستأجر، تقول أنا مالكها ومستأجرة، هذا لا يجوز، لأن للملك أحكام وللإجارة أحكام. فلا يجوز أبدا أن يجتمع في نفس الوقت. فالملك مثلا الضمان على المالك، والإجارة الضمان على المؤجر لا المستأجر. فلو اجتمع وتلفت العين، هل نضمنها المالك أو نضمنها المؤجر؟ والأصل أن المؤجر هو المالك، فكيف نضع المستأجر هو المالك؟ فهناك أحكام كثيرة تفرق بين هذا وبين هذا. فلا بد أن لا يرد في نفس الوقت، ألا يرد في نفس الوقت على نفس المحل، أي على نفس السلعة. الشرط الثاني: أن تطبق أحكام الإجارة خلال فترة الإجارة وأحكام الملك خلال فترة الملك. فمثلا أحكام الإجارة أن الصيانة على المؤجر والتأمين على المؤجر، وهذه أهم أمور في أحكام الإجارة تختلف الإجارة المنتهية بالتمليك. الصيانة والتأمين تكون على المؤجر للمستأجر، ولو كان هو مشتريا لها وليس مستأجرا فإن هذه تكون على المشتري للبائع، لأنها انتقلت إلى ملكه. وذلك لأنه هذه الأمور إنما تكون على المالك، والمالك هذه الأمور إنما تكون على المالك، والمالك هو المؤجر للمستأجر، المالك هو المؤجر للمستأجر. طيب، ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ ما حكم الإجارة المنتهية بالتمليك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأغلب أهل العلم حرموها مع بداية ظهورها، ثم بعد ذلك بدأوا يعدلون ويعدلون، ومع كل تعديل بعض أهل العلم يبيح، ثم مع كل تعديل بعض أهل العلم يبيح. ونبدأ معها صورة صورة بالتدريج، وكيف حصلت الإجارة المنتهية بالتمليك، والكلام عن كل صورة. أول ما ظهرت الإجارة المنتهية بالتمليك كانت إجارة تنتهي بتملك مباشر دون قسط تمليك ودون أي شيء. يعني أذهب إلى البائع وأقول له أريد هذه السلعة، السيارة، قالوا خلاص نعقد معك عقد إجارة منتهية بالتمليك، تسدد لنا الأجرة لمدة 5 سنوات. إذا سددت آخر أجرة تنتقل السيارة إلى ملكك مباشرة، باعتبار أنك اشتريتها وانتهت بتملكك. طيب وين الثمن؟ الثمن هي اللي دفعته سابقا، ما دفع سابقا هو الثمن. هنا هذا البيع
حكم ببطلانه أكثر أهل العلم، وقالوا هذا بيع باطل وهذه إجارة باطلة وهذا العقد كله باطل. لماذا؟ السؤال الآن، الأقساط التي تدفع في هذه المدة هل هي أجرة أو ثمن مبيع؟ الأقساط التي تدفع هل هي أجرة أو ثمن مبيع؟ إذا كانت أجرة فأين ركن الثمن في البيع؟ الآن أنتم تقولون هي إجارة تنتهي ببيع، طيب البيع لابد له من أركان ومن أركانه ثمن، أين هو؟ يقولون الأقساط السابقة، توكم قايلين أن الأقساط السابقة أجرة وليست ثمن بيع، وإن كانت هي أقساط بيع ولا يقولون ذلك هم، فالمفترض أنه يتملك السيارة مع أول قسط. كيف تقسط شيء إلى الآن ما تملكته؟ تتملك السيارة مع أول قسط، هذا أولا. ثانيا، أين أجرة الإجارة باعتبار أنه كانت معه على أنها إجارة في هذه المدة؟ فهناك أركان قد اختلت في هذا العقد، ليست شروط، إنما اختل أركان، أركان في البيع أو أركان في الإجارة. ثانيا، هذه في الحقيقة بيع غلف بالإجارة ولعب فيه بأحكام البيع حتى لا يتملك المشتري سلعة في هذه المدة، هذه هي الحقيقة. إن الجميع، المستأجر والمؤجر والكل، إنما دخل هذه المعاملة لأجل أن تنتقل السلعة إلى المشتري، تنتقل من البائع إلى المشتري، فالجميع يعرف ذلك، الجميع يعرف ذلك، وإنما غلف بالإجارة لأجل ماذا؟ لأجل أن يحل المشكلة الكبيرة التي ذكرناها قبل قليل وهي التملك. والعبرة بالعقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الأمر الثالث، أن ما يدفعه المستأجر، ما يدفعه المستأجر في هذه المدة هو في حقيقته لا يوازي أجرة الفعلية في العادة، وإنما هو أكثر من الأجرة الفعلية، لأن الجميع يعرف أنه سيتملك هذه السلعة. فلو كانت الأجرة الفعلية للسيارة هذه شهريا ب1500، فإن المستأجر يدفع 2500 وهو راض. ليش راضي؟ راضي لأنه في النهاية سيتملكها، وهذا الذي يؤجل عليك هو في الحقيقة يأخذ منك ذلك، لأنه في النهاية يعرف أنه سيعطيك هذه السيارة. افترضوا معي أنه سدد 4 سنوات إلا شهر، يعني 47 شهر، سدد 47 شهر، كل شهر يدفع 2500، والقيمة الحقيقية للسيارة أو الأجرة الحقيقية، أجرة المثل 1500، هو يدفع 2500، يعني زايد كم؟ زاد كم؟ زاد 1000 ريال في الشهر، وهي 47 شهر اللي سددها، يعني زاد كم بمجمل ما زاده في السيارة على أجرة الفعل أو على الأجرة الفعلية أجرة المثل؟ زاد 47,000 ريال. هو راض بها لأنه سيتملكها، وتعطل الشهر الأخير ما سدد، ألا يحق للبنك الآن أنه يسحب السيارة ويبيعها بالمزاد ويأخذ البنك كل الثمن لنفسه؟ يعني أصلاً أنت ما أنت مالك السيارة، أنت مستأجر، أليس في هذا غبن وغرر ومشاكل كبيرة تبنى على ذلك؟ أنا لو كنت مستأجر إجارة عادية لكان الآن 47,000 بجيبي، ما دفعتها لكم، لكن أنا دفعتها لأني سأتملكها، فتأخذونها مني إضافة إلى 47,000 فوق أجرة المثل، هذا ظلم.
فلذا أفتى أهل العلم بتحريم هذه الصورة. لما قال أهل العلم من أفتى بتحريمها المجمع الفقه، مجمع الفقه وهي كبار العلماء، لما قالوا حرام جاءهم أصحاب البنوك والبنوك والشركات وقالوا ليش حرام؟ ليش حرام يا أهل العلم؟ قالوا حرام لأنه وين ثمن المبيع؟ قالوا هذه مشكلتكم؟ قالوا نعم هذه مشكلتنا. قالوا حليناها. وش الحل؟ قالوا بدال ما الإجارة تنتهي بالتمليك المباشر، نحطها تنتهي بالبيع البات. ايش معنى البات؟ اي المقطوع المحسوم. يعني البات معناته المقطوع المحسوم من وقت العقد، من وقت العقد والبيع محدد. فقالوا خلاص نأتي الآن من أول العقد، نقول السيارة هذه بنأجرها عليك 4 سنوات ب1500 شهرية، ثم إذا سددت ال4 سنوات جميعا نبيع عليك السيارة ب30,000 ريال تدفعها في ذاك الوقت. لكن البيع حصل اليوم ولا بعد 4 سنوات؟ البيع حصل اليوم ولا بعد 4 سنوات؟ لا، البيع اليوم. نعقد عقد البيع اليوم لكنك ما تتملكها إلا بعد 4 سنوات. نعقد عقد الإجارة مع البيع اليوم لكنه بيع معلق بعد 4 سنوات. إذا سددت الأجرة يتم البيع، يتم البيع ب30,000 ويسمونه قسط تملك، وأحيانا يكون قسط التملك حقيقي يعني قيمة السيارة ذاك الوقت، وأحيانا يكون رمزي يقول ترى بنبيع لك السيارة بعد 4 سنوات و15,000، وهي السيارة ذاك الوقت لو عرضت في السوق كانت 80,000، بس هم أصلا أخذوا كامل حقهم بالأجرات السابقة. فما حكمه؟ قالوا لأهل العلم يلا ها عدلنا وحطينا فيه، أنتم تقولوا المشكلة الثمن ما فيه البيع ثمن، حطينا ثمن للبيع اللي يسمونه قسط التملك. قال أهل العلم حرام أيضا. طبعا ممكن أهل العلم يعني هناك خلاف، لكن أقصد هيئة كبار العلماء والمجمع وغيره. لماذا حرام؟ قالوا لأمور. أولا أنتم حليتم مشكلة وبقيت مشاكل، حليتم مشكلة الثمن، لكن نحن ما حرمناها فقط لأجل الثمن، حرمناها أيضا لكون الجميع يعرف أنه السلعة ستنتقل، ولكون الأجرة أكثر من أجرة المثل وفيها جزء من الثمن، الجميع يعرف أنه لأجل التملك لا لأجل الأجرة. وذكرنا أمور، وعندنا أيضا أمور ومشاكل في هذه البيعة. ما هي هذه المشاكل؟ قالوا أولا الآن أنتم تبيعون السيارة الآن بيعا معلقا إلى بعد 4 سنوات، حتى إذا جاء بعد 4 سنوات فإنكم يعني تنتقل مباشرة، أول بيدفع قسط التملك تنتقل مباشرة له، كذا طريقتكم؟ قالوا نعم. قال هو الآن يعقد معكم على هذه السيارة بعد 4 سنوات، هل تعرفون أنتم أو يعرف هو حالة سيارة بعد 4 سنوات، ولا تبيعون أمر وضعه مجهول؟ تعاقدنا اليوم على السيارة بعد 4 سنوات، السيارة بعد 4 سنوات معلومة الحال ولا مجهولة الحال؟ يعني يمكن بعد 4 سنوات تسوى 30,000، يمكن تسوى 70,000، يمكن ما يقبلها التشليح، لو تعطيهم إياها 5,000 قالوا ما نبيها. فهناك جهالة في العقد ولا ما في جهالة؟ في جهالة بالعقد. قالوا ها هذه في جهالة. قالوا أجل نعدل ونصلحها، ما نبيع بيع بات من الآن، لا، إجارة تنتهي بالوعد بالبيع، بالوعد بالبيع. يعني البنك يقول للعميل إذا استأجرت منا 4 سنوات نعدك وعدا إذا تممت الإجارة أن نبيعك هذه السيارة وعدا. العقد اليوم ولا بعد ما تنتهي 4 سنوات نعقد عقدا ونشوف السيارة ووضعها وحالها ثم نعقد؟
نشوف السيارة ووضعها وحالها بعد 4 سنوات ونعقد. فهو وعد بالبيع. هذه الخلاف فيها أخف من الخلاف في سابقاتها. الخلاف فيها أخف من الخلاف في سابقاتها. وكثير من أهل العلم رأى جواز ذلك بشرط. وش الشرط؟ ألا يكون الوعد ملزما، يعني ما يلتزم البنك ببيعها لك. البنك يقول لك بعد 4 سنوات نعدك، بعد 4 سنوات هون البنك، تستطيع أن تلزمه؟ ما تستطيع أن تلزمه. ومن أهل العلم قال بجوازي. طبعا البنك مو بمهون. ليش؟ لأنه إذا هون انتشرت تهوينته عند الناس كلهم. إذا هون انتشرت تهوينته عند الناس كلهم، وبعد ذلك ما حد يتعامل مع البنك أبدا، ما حد يتعامل مع البنك أبدا. فلذا يعني غالب البنك بيوفي بعض. وبعض أهل العلم يرى جواز أن يكون الوعد ملزما من طرف واحد، اللي هو ملزم من طرف البنك لا من طرف العميل. العميل ما يبي يشتري لا يشتري، لكن البنك يلزمه إذا أراد العميل الشراء أن يشتري. طيب، لا ما أظن تصير كذا يا أخت ميعاد. لا لا لا، أغلب الثمن يروح بالأقساط. الدفعة الأخيرة غالبا ما تكون دفعة يسيرة، هم يريدون أغلب الثمن أقساط. اللي بيدفع 50,000 كاملة في يوم واحد أهون له يشتريها 100,000 ويرتاح. فال50,000 هذه تقسط أيضا، يمكن ما يدفع قسط التملك إلا 25,000 في النهاية، 20,000. طيب، ثم خرج لنا عقد جديد من العقود الجديدة التي أرادوها في الإدارة المنتهية بالتمليك، عقد الإجارة التي تنتهي بهبة معلقة. يعني تستأجر، وإذا تميت الأجرة كاملة خلاص تنتقل السيارة ملك لك، لا على أنك اشتريتها، على أننا نحن وهبناها لك. والحقيقة أن هذا غير وجيه، مع أن الشيخ رأى جوازه في المحاضرات. الهبة هي التي تكون بدون مقابل. السؤال هنا، الهبة الآن التي حصلت مقابل ولا بدون مقابل؟ يعني دفع كامل المبلغ وزيادة ثم تسمونها هبة؟ هذه ليست هبة. رافعين على أجرة المثل وكذا وكذا ثم تسمونها هبة؟ هذه ليست هبة. وأيضا من الصور الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة. يقول إذا أديت كامل الأجرة نعيدك وعدا أن نهب لك السيارة، نعيدك وعدا أن نهب لك السيارة. وهذه شبيهة بما قبلها، أنه يعني وإن كانوا يسمونها هبة ولا في الواقع أنها ليست هبة، أنه بيع وشراء، وما حصل هبة بسبب ذلك. والشيخ في المحاضرات أجاز الصور الثلاث الأخيرة ومنع من الصورة الأولى فقط. طيب، في سؤال؟ ننتقل لبعض الأحكام في الإجارة المنتهية بالتمليك. من أهم الأحكام في الإجارة المنتهية بالتمليك مسألة من الذي يتحمل الصيانة مدة الإجارة المنتهية بالتمليك. عندنا أربعة أنواع من الصيانة. عندنا صيانة أساسية، وصيانة دورية،
وصيانة تشغيلية وما كان بسبب التفريط والتعدي. الصيانة الأساسية هي إذا حصل أي عطل في سيارة أو حصل أي عطل في البيت فلا بد له من صيانة. فهذه الصيانة على من؟ وهي غير معلومة، مجهولة متى تحصل، ما ندري هل تحصل في السنة مرة، تحصل في السنة مرتين، ما تحصل أبدا، تحصل 10 مرات، 20 مرة، كلما خربت السيارة لا بد أن تصلح. هذه الصيانة أساسية. عندنا الصيانة دورية، وهي أنه السيارة هذه كل 60,000 لا بد أن تذهب إلى الوكالة مثلا ويغيرون الزيوت ويغيرون، هذه صيانة دورية. وعندنا صيانة تشغيلية، يعني ما يحصل تلفه بسبب التشغيل دائما فلا بد من أن يبدل ويغير. وعندنا صيانة تكون بسبب التعدي والتفريط، قاعد يفحط بالسيارة وصدم، خلى السيارة مش يعني مفتوحة أو شغالة 3 ساعات 4 ساعات وخربت بعض ما في السيارة، فهذه تسمى بالصيانة التي تكون بسبب التعدي والتفريط. فما حكم أو فمن الذي يتحمل هذه الصيانة؟ كل نوع من هذه الصيانة من الذي يتحمل؟ أما الصيانة الأساسية فالذي يتحملها المؤجر مدة الإجارة إلى أن تنتقل السيارة للمستأجر ويتملكها فيتحملها على أساس أنه هو المالك. هذه الصيانة الأساسية، ولا يجوز أبدا في العقد أن يفترض أن يتحملها المالك. فلو كتبنا عقد في سيارة إجارة منتهية بالتمليك أن الصيانة تكون على المالك، الصيانة الأساسية إذا خربت السيارة ترى المالك هو اللي يصلحها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الاشتراط يقتضي أن هذا جزء من الثمن، أن الإصلاح مو على المؤجر، على المستأجر، إذن يكون هذا الإصلاح جزء من الأجرة. وهل هذا الجزء معلوما ولا مجهول؟ الجزء هذا معلوم ولا مجهول؟ مجهول. ما نعرف كم مرة بتخرب السيارة بالفصل ذا، بالسنة هذه، بالشهر هذا، ما نعرف. فكيف نربط هذا الشيء بأمر مجهول؟ الصورة أو الحالة الثانية أو النوع الثاني من أنواع الصيانة، الصيانة الدورية. فيقولون لك كل 6 أشهر كل 60,000 كيلو لابد من صيانة لهذه السيارة، صيانة دورية، وهذه مبلغها معلوم، يعرف كم يدفع غالبا للوكالة. فيقولوا لك الصيانة الثانية ب3,000 ريال، الصيانة الثالثة ب2,000 ريال، الصيانة الرابعة كذا. فالأصل أن هذه على المؤجر لأنه هو المالك، لكن لو اشترط في هذه المدة أن تكون على المستأجر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه كأنه قال للمستأجر ترى في جزء من الأجرة التي بيني وبينك أنك تدفع المبلغ هذا 3,000 ريال كل 60,000 كيلو، هذا جزء من الأجرة وهو جزء معلوم. الصيانة التشغيلية، والصيانة التشغيلية هو الصيانة التي تكون بسبب استعمال المستأجر للعين المؤجرة، مثل الصيانة التي تكون لفحمات السيارة أو الصيانة التي تكون لشمعات أو تغيير الزيت أو نحو ذلك، فهذه صيانة دورية يقال لها. هذه من الذي يتحملها في الأصل، المستأجر أو المؤجر؟ الذي يتحملها في الأصل المستأجر، لأنها إنما تلفت باستعماله وبتشغيله. طيب ما الحكم لو اشترطوا أن تكون على المؤجر، المؤجر حط عرض اللي بيستأجر منه ترى تغيير فحماته مدة السنة كاملة أو مدة 5 سنوات علينا، والزيت علينا، وكذا علينا، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا يجوز ولا إشكال، يجوز ولا إشكال، كأنه خصره من الأجرة، ولا سيما وأن مثل هذه الأمور معلومة مقدرة.
الزيت كل 10,000 كيلو، كل 5,000 كيلو، الفحمات كل سنة كذا، البطارية كذا. الأخير ما كان بسبب التفريط والتعدي، يعني المستأجر يفحط ولعب بسيارة لعب وانكسرت السيارة وغير ذلك. فهذه الصيانة تكون على المؤجر ولا على المستأجر؟ على المؤجر ولا على المستأجر؟ على المستأجر لأنه تعدى وفرط. طيب ما حكم أن يتحملها المؤجر؟ ما حكم أن يتحملها المؤجر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها مجهولة ولا معلومة هذه؟ احنا نعرف كم بيصير حادث هذه السنة؟ مجهولة. فلا نحمل المؤجر أمرا مجهولا، لا نحمل المؤجر أمرا مجهولا. في سؤال؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.